للمزيد من التفاصيل عن هذه الحملة ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل الدكتور ناصر الفهداوي المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى. دكتور ناصر، السلام عليكم. بداية، هل حدثتنا بشيء من التفصيل عن الحملة الأخيرة في مخيم حسن شام في شرق مدينة الموصل؟ تفضل دكتور. حياكم الله سيدي. أهلا بك سيدي الكريم. هذه الحملة الإغاثية بتوزيع المنح المالية تأتي ضمن سلسلة الحملات الإغاثية التي تقدمها منظمة أم القرى الإغاثة الإنسانية بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين خلال سلسلة الحملات التي تقدمها في موسم الشتاء للمخيمات المرمية في أطراف المدن والمناطق المرمية كذلك في المناطق الصحراوية. نعم. في مناطق باردة هذه المنح المالية تلبي بعض احتياجات العوائل الكريمة النازحة في المخيمات لتلبية الاحتياجات الضرورية خلال موسم الشتاء. شملت هذه الحملة التي تقدم بها القسم الإغاثي لهيئة علماء المسلمين بالتعاون مع منظمتنا منظمة أم القرى الإغاثة الإنسانية، شملت 500 عائلة نازحة في المخيم المذكور. هذه العائلات لا تتمكن من العودة إلى مناطق السكن الأصلي. نعم. لأن مناطقها أصلا مدمرة في الجانب الأيمن من مدينة الموصل. نعم. هذه المناطق ما زالت مدمرة، لم تصلها أي أيدي الإعمار، ولذلك هي لا تتمكن من العودة إلى مناطق السكن. نعم. كذلك لو أنها قدر لها وعادت إلى مناطق السكن، فإنها لا تستطيع من تلبية أسباب العيش الكريم من ناحية تلبية القوت اليومي البسيط، يعني من أرغفة الخبز وبعض الاحتياجات المادية الغذائية لا تتمكن منها قطعا، ولذلك هي تلجأ مضطرة للبقاء في مخيمات مفتوح. وكذلك الكثير من العائلات من مناطق سنجاب، مناطق يثرب، من مناطق البحشمة، جرف الصخر، كذلك هي ممنوعة من العودة إلى مناطق السكن الأصلي. نعم. لأن هذه المناطق تسيطر عليها الميليشيات والقوات الحكومية وتمنعها من العودة. بعض العائلات عادت إلى مناطق السكن لكنها منعت، وكذلك تم إرجاعها قسريا وطردها من مناطقها، فاضطرت عائدة إلى المخيمات. طيب دكتور، كيف يعني وجدتم رد فعل الأهالي في هذا المخيم في الموصل حيال تلك المساعدات المقدمة؟ حقيقة هذه المساعدات تقع بموقع الرضا والفرح لدى العائلات الكريمة النازحة في هذه المخيمات، لأنها مع انقطاع الكثير من المنظمات من تقديم يد العون لهذه العائلات الكريمة النازحة في المخيمات. كذلك الجانب الحكومي مقصر بشكل كبير مع العائلات في موسم الشتاء، لا يعطي لهم احتياجات الوقود للتدفئة وللطبخ، وكذلك وهم في مناطق مرمية بعيدة في مناطق مفتوحة، موسم الشتاء البارد يشكل عليهم حقيقة ظرف مأساوي بالنسبة لهم. لا يصلهم شيء من المنظمات، لا يصلهم شيء من الجهات الحكومية المسؤولة خلال موسم الشتاء، ولذلك تتواصل حملات هيئة علماء المسلمين ومنظمة أم القرى لتلبي هذه الاحتياجات ولو بشيء بسيط، لكنها تلبي أقل الاحتياجات الضرورية لهذه العائلة في هذا المخيم. هم حقيقة يفرحون كثيرا بهذه المبادرات ويقدمون كلمات شكرهم وامتنانهم لهيئة علماء المسلمين ومنظمة أم القرى، وكذلك هم يسألون عن الفترة التي تكلم بها بعض الساسة الذين خدعوا العائلات في المخيمات، قالوا بأننا سنحسم ملفات النازحين ومخيمات النازحين خلال 3 أشهر، ومرت 3 أشهر وانتهت وهم ينتظرون الوعود الحكومية الكاذبة التي خدعوا بها، وهم يسألون حقيقة في هذه الحملات خلال هذه الحملات التي مرت خلال هذا الشهر والشهر الذي مضى، يسألون عن هذه الفترة التي حددها بعض الساسة الذين كذبوا امام اجهزه الاعلام وان كلامهم مجرد تسويق اعلامي لكي يقدموا انفسهم على انهم قدموا شيء للنازحين. طيب. ولم يقدموا الا الوعود الزائفه والاكاذيب التي فضحها الفتره التي مضت وانتهت 3 أشهر، ولم يقدموا شيء للنازحين، لم يقدموا
البنك يقول لهم لن يسألوا عنا، نحن في مخيمات لن يسألوا عنا، لن يقدموا لنا شيء. نحن تمر علينا الليالي الباردة، وحقيقة يعني نعاني من الأمرين في هذه الظروف المأساوية. في المخيمات دكتور، نحن تعودنا يعني خاصة يعني أنتم في منظمة أم القرى وأيضا القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين على تقديم المساعدات لجميع النازحين على اختلاف انتماءاتهم، يعني ما هي وجهتكم المقبلة؟ هل وضعتم خطة معينة لذلك حسب يعني الموقع الجغرافي الجديد؟ هل ستقدمون يعني منحا مالية أو حتى مساعدات عينية للنازحين الذين يقبعون في ربوع العراق؟ نعم سيد الكريم، هو حقيقة يعني نحن عندنا دراسة متكاملة لجميع المخيمات في جميع المحافظات، نضع خطتنا مع قرب كل موسم تستجحي لحاجة العائلات الكريمة النازحة في المخيمات. كذلك ندرس المواقع الجغرافية وندرس الاحتياجات الضرورية، الأولويات الاحتياجات التي تحتاجها العائلات الكريمة في المخيمات. ولذلك يعني نضع خطة مسبقة قبل أن نشرع في تقديم سلسلة الحملات. هذه الحملات قدمت خلال هذا الموسم الشتاء لكي تعين النازحين في موسم الشتاء. نحن عندنا مخيمات في كركوك، مخيمات في ديارة، مخيمات في الميدانية، مخيمات في أربيل، وكذلك في مخيمات في الموصل، كلها تصل إليها. كذلك نحن مناطق تدمر على الجانب الأيمن من مدينة الموصل. من أربيل الدكتور ناصر الفهداوي المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى، شكرا جزيلا لكم.